فالحاصل هذا باب عظيم، باب شريف مبارك ومهم، ومثل هذه الهدايات العظيمة ينبغي أن يستفيد وينتفع بها الشاب وأن يتحرك وينشط. والذي أوصي به في هذا المقام كثرة الدعاء، كثرة الدعاء لا تنقطع، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والثاني بذل الأسباب في التحري عن الصالحة التقية الحسنة الطيبة الجميلة. يسعى الإنسان السعي لابد فيه من تحري وسؤال وطلب وهمة. الآن بعض الشباب في البيوت قد يصل إلى سن متأخر وأهله معه في البيت أصلا ما ينشطون للسعي في زواجه، ما ينشطون في السعي في زواجه، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا بارد فاتر، ما رب، حتى بعض الأبايا ربما يقول ما عنده شيء بارد، ما حتى أحيانا لو عرضوا عليه يقول بعدين. هذا مرض مضر على الشاب عظيمة جدا، فينبغي أن يبذل السبب ويسعى ويجتهد. حدثني أحد الأفاضل عن زواجه، يقول تزوجت وعمري 16 سنة وكانت هي رغبة قوية جدا، ودخلت على والدي قلت له زوجني، قال انت صغير، عدت عليه زوجني قال انت صغير، قلت له شوف انا ذمتي بريئة، صار لي اي شيء في ذمتك انا ذمتي بريئة زوجني. مثل هذا الرغبة والحرص والهمة تفتق خيرا وتولد خيرا وتوجد بركة بإذن الله سبحانه، ما يبقى الإنسان متبلدا وباردا فاترا. وإن كان الله قضى لي الزواج يأتي وجالس ما ينشط ولا يتحرك ولا يبذل الأسباب. فهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يسعى في أبواب الرزق، يجعل له شيئا من الدخل من المال، يسعى يجتهد في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا ولي التوفيق والسداد. وأختم بقصة مليحة طريفة جميلة. وفي هذا الباب أحد الأفاضل يحدثني عن زواجه، يقول خطبت من بيت صالح ابنتهم فقبلوا، ولما جاء موضوع المهر قالت البنت أنا لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، ما أريد غير هذا. يقول فاشتريت نسخة من صحيح البخاري وقدمتها وكتب العقد ورزق منه ذرية صالحة، رأيتهم صغارا، رأيتهم بنفسي وأتوسم فيهم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فرويت هذه القصة مرة في بعض المجالس، فأتاني أحد طلبة العلم وقال لي يا شيخ هل لها أخت؟ أريد أن أمهرها الكتب الستة. ولا عنده واحد يا شيخ يزيد؟ هذه عاد خلنا الحين مع الشباب. نعم.